إذا سلمنا أنه ليس هنالك انفراج حقيقة في حالة التشنج في السياسة الأمريكية الإيرانية والتقاطع الكبير، والمؤسف حقيقة في هذا التقاطع أنه ينعكس دائما سلبا على الجغرافيا العراقية، فمن الصعب جدا توقع أن يكون هنالك انفراج أو انعكاس إيجابي للواقع العراقي باعتبار أن هنالك تقارب إيراني أمريكي. لذلك أتوقع المرحلة القادمة ألا تنعكس إيجابا على السياسة العراقية ما دام هنالك تشنج في السياسة الأمريكية الإيرانية. ترجمان السياسة أو التقاطع الإيراني الأمريكي دائما يحضر على الجغرافيا العراقية، وللأسف هذا الموضوع دائما يدفع ثمن المواطن العراقي.